حدث في عهد أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب أن دخل رجل بجمله إلى أرض زراعية، فأكل الجمل من الزرع دون إذن صاحبه. أستغفر الله العظيم. يا رجل، من أنت؟ وماذا تفعل في أرضي؟ كما ترى، الجمل جائع وأوشك على الانتهاء من الأكل. من سمح لك بأن تطعمه من زرعي؟ يا أخي، لك ثواب كبير لقاء ما يأكله الجمل من هذا الزرع الرخيص، ولك جزاء الخزي لقاء ما أكله جملك دون استئذان صاحبه. خذ جملك هذا وارحل من هنا. لا تضربه أيها الأحمق. أحمق؟ تدخل أرضي وتأكل من زرعي ثم تسبني؟ قلت لك ارحل أنت وجملك. أتضربني أنا أيضا؟ نعم. أيها المجنون، والله لن أتركك حتى تدفع ثمن ما فعلته بي. بل ستدفع أنت الثمن. خذ. ماذا فعلت بالرجل؟ يجب أن أهرب. هرب زيد بعد أن قتل صاحب الأرض، ولكن رآه رجل التفت بعينه إلى جثة القتيل ونظر بعينه الأخرى إلى القاتل. استطاع إخوة القتيل أن يمسكوا القاتل، ثم ذهبوا به إلى المدينة المنورة. وحضر المحاكمة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا أبا ذر الغفاري. ما الخطب؟ رجل من البادية قتل صاحب أرض من مدينتنا. يا سبحان الله، أرواح تزهق هباء. اللهم أجرنا من الشيطان ومن عمل الشيطان. أيها الرجل، هل قتلت أخاهم؟ نعم أيها القاضي، ولكني قتلته دون قصد، كنت فقط أريد الدفاع عن نفسي. أنت قاتل في الحالتين، النفس بالنفس، ومن قتل يقتل، إلا أن يعفو عنك أهل القتيل أو يقبلوا الدية. لا والله، لن نعفو عن قاتل أخينا ولن نقبل الدية. الدم بالدم. أيها القاضي، لي زوجة مريضة وعيال صغار ضعفاء، أناشدك الله أن تتركني أذهب إليهم أودعهم قبل أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولي مال عند شريك لي في تجارتي، دعني أخذ المال منه وأعطيه لزوجتي تنفق منه على عيالي بعد أن تنفذ في حكم الله. تريد أن تهرب؟ لا والله، سأعود في الموعد المحدد لتنفيذ الحكم. أيها القاضي، إنه يكذب، لا تتركه يهرب. لن أسمح لك بالرحيل إلا أن يكفلك أحد المسلمين. أيها الناس، هل منكم أحد يكفل هذا الرجل؟ لو لم يكفله أحد لأمرت بقتله في الحال. يبدو أن أحداً منكم لن يجرؤ على أن يكفله. كيف نكفله ونحن لا نعرفه؟ وماذا لو عاد إلى بلده ولم يرجع إلينا؟ ساعتها يقتل الكفيل بدلاً منه. نعم، هو ما قلتما. إذن لا بد من القصاص، ولذلك أمرنا بقتل. لا يا سيدي القاضي. ماذا؟ سيدي القاضي، أنا أكفل هذا الرجل. كيف يا أبا ذر وأنت لا تعرفه؟ هو أخي في الإسلام، شعرت بصدقه في حديثه، وأعتقد أنه فعلا لم يقصد القتل، وإنما كان يدافع عن نفسه، فلا ثأر ولا سابق عداء بينه وبين القتيل. نعم، هذا ما أكده إخوته أنفسهم. لذلك سأكفله حتى يعود إلى زوجته وأولاده ويرتب أموره ويستعد لفراقهم. علي أن أحذرك يا أبا ذر، ستقتل بدلا من هذا الرجل
لو لم يعد في موعد تنفيذ الحكم بعد غد عند أذان العصر. مأزق، مصيبة. ساعدني يا رب. سأكفله سيدي القاضي، والله سبحانه وتعالى هو المستعان. حمدا لله. يخاطر بحياته. غريب أمر هذا الرجل. إذن نمهل الرجل يومين اثنين، ثم ننفذ فيه حكم القصاص بعد غد عند أذان العصر. فإن لم يعد نفذنا حكم القتل في كفيله أبي ذر الغفاري. أبا ذر، لن أنسى لك مروءتك وأشكرك على ما صنعت في من معروف. الشكر لله يا أخي، أما أنا فأطلب منك شيئاً واحداً قبل أن تعود إلى قبيلتك. أطلب ما شئت فأنت مجاب. عد في الموعد المحدد وإلا. اطمئن، حتماً سأعود. هذا عهد بيني وبينك، الله شاهد عليه. نعم، الله شاهد عليه. عاد زيد إلى بيته وحكى لزوجته ما حدث، وظل يفكر في حكم الإعدام الذي كان في انتظاره بالمدينة. اسمع يا زيد، لنهرب الليلة قبل أن يصلوا إليك ثانية. ماذا تقولين؟ ساعتها سيقتلون أبا ذر الغفاري بدلاً مني. لن يجرؤوا على قتلي، إنه صحابي جليل ويعلمون أنه غير مذنب. ولكنه كفلني وضمنني، وهكذا العرف، يقتل الكفيل إذا هرب المدان. يا زيد، أنت محظوظ لأن الذي كفلك رجل في قدر أبي ذر، لن يستطيع أحد أن يمسه بسوء، وأمير المؤمنين بنفسه سيتدخل لحمايته. ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تنجو بها من القتل، وينجو أولادك من اليتم. تعلم أني مريضة، فإذا قتلوك مت أنا بعدك، وتيتم أولادنا وتشردوا. أعوذ بالله، ولكني أعطيت عهداً لأبي ذر الغفاري. قلت لك لن يقتلوه. هيا هيا يا زيد، هيا قبل أن يأتي الموعد ويحضروا إلى هنا ويمسكوا بك. هيا. في الموعد المحدد كان السياف في انتظار زيد، وكان في انتظاره أيضاً أبو ذر الغفاري وإخوة القتيل وعدد من المسلمين ليشهدوا تنفيذ الحكم. سيدي القاضي، اقترب أذان العصر والقاتل لم يحضر. ما كان لك أيها القاضي أن تطلق سراح هذا المجرم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، خدعنا الكاذب. لقد حذرتك يا أبا ذر من أن تكفل رجلا لا تعرفه. ولكنه عاهدني على العودة، وأشهدنا الله على هذا. يا أبا ذر، كيف لمجرم مثل هذا أن يفي بعهده معك؟ والله ما شعرت أنه مجرم، وما ندمت على كفالتي له. حتى الآن سيؤذن العصر حالاً والرجل لم يعد. ربما لاقى في الطريق ما أخره عن العودة في الموعد المحدد. أبا ذر، كيف تلتمس له الأعذار بعد كل ما صنعه معنا ومعك؟ اعترف يا أبا ذر، لقد تسرعت في كفالته، وستدفع حياتك ثمناً لهذا التسرع. والله ما ندمت على خير فعلته أبداً، وحتى وإن قتلتموني بدلاً منه فإني ألقى الله غير نادم ولا متحسر. لو كان الأمر بيدي لعفوت عنك، ولكني أنفذ فيك شرع الله. خذوا أبا ذر إلى السياف. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها القاضي،
انتظر، لقد عدت. صدق الرجل، سبحان الله. ها أنا ذا أيها القاضي، دعهم يتركوا أبا ذر وينفذوا في شرع الله. أيها الرجل، لقد ظننا أنك هربت، فما حملك على العودة وجرأك على الموت؟ العهد الذي أخذه علي أبو ذر وجعلنا الله عليه شهيدا، خشيت أن أهرب ولا أعود فيقال ذهب الوفاء من الناس. وأنت يا أبا ذر، ما الذي حملك على كفالته؟ والله خشيت ألا يجد أحدا يكفله فيقال ذهب الخير من الناس. أيها القاضي، لقد عفونا عن هذا الرجل. ماذا؟ غريب، ما الذي حملكم على أن تعفوا عنه بعد أن كنتم مصرين على القصاص منه؟ خشينا أن يقال ذهب العفو من الناس. الله أكبر، الله أكبر. لا تحزن يا خزيمة، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ونعم بالله. يمكنك أن تسترد الأموال التي أقرضتها لأصدقائنا وجيراننا. لا، لم أقرضهم شيئاً، كانت صدقات احتسبتها عند الله. ولكنك الآن في أشد الحاجة إليها، وعليك ديون كثيرة. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. ادخلي الآن لأنظر من الطارق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من أنت؟ فاعل خير، جئت أساعدك في محنتك كما ساعدت آخرين في محنهم. تفضل. ما هذا؟ بعض المال تسدد به ديونك وتقيم به تجارتك من جديد. والله لن آخذ منك هذا المال حتى أعرف من أنت. أنا جابر عثرات الكرام. جابر عثرات الكرام؟ نعم، ألست في عثرة؟ وأنت من أكرم الكرام في المدينة؟ أنا جئت لأجبر عثرتك وأجبر بخاطرك، تفضل. من كان الطارق يا خزيمة؟ رجل أعطاني هذا الكيس من النقود وقال إنه جابر عثرات الكرام. الحمد لله الذي فرج همنا وكشف كربنا. انظر، إنها 4000 دينار، مبلغ كبير حقا. الآن فقط تستطيع أن تسدد كل ديونك وتعود لتجارتك. الحمد لله الذي أعانني على فعل الخير. أين كنت يا عكرمة؟ بثينة، ظننتك نائمة. كنت في انتظارك. عكرمة الفياض والي جزيرة العرب كلها لا يخرج من بيته في منتصف الليل إلا لأمر مهم. نعم، أمر مهم، ولن أستطيع أن أخبرك به. أستطيع أن أتوقعه. النساء يا عكرمة. أستغفر الله العظيم، أما زلت تغارين علي يا بثينة؟ قل لي أين كنت وأنا أمتنع عن الغيرة فوراً. والله ما أنزلني إلا أمر خير، أردت أن أحتفظ به لنفسي حتى يكون خالصاً لوجه الله. سأحتفظ به معك، ولكن لابد أن أعرفه. لا حول ولا قوة إلا بالله. تكلم يا عكرمة، أنت تعرف أنني لن أستريح حتى أعرف كل شيء. أعرف يا بثينة، لقد جئت الآن من عند خزيمة بن بشر. خزيمة؟ وماذا كنت تفعل عنده في هذه الساعة المتأخرة؟ حكى عكرمة لزوجته بثينة عن المال الذي أعطاه لخزيمة،
وطلب منها ألا تبوح لأحد بهذا السر أبداً. ومرت فترة انصلحت فيها أحوال خزيمة وربحت تجارته، واستدعاه الخليفة سليمان بن عبد الملك في قصر الخلافة. طارت غيبتك عنا يا خزيمة. كنت في حالة سيئة ولم أشأ أن تراني عليها يا مولاي. وكيف لم تأتي لطلب المساعدة؟ منعني حيائي عن ذلك، والحمد لله الذي جعل من بعد عسر يسرا. وعلى يد من جاءك هذا اليسر؟ رجل لم يشأ أن يبوح باسمه جاءني ملثما في نصف الليل وقال إنه جابر عثرات الكرام. جابر عثرات الكرام؟ لقد تردد هذا الاسم كثيرا هذه الأيام. أسمعت عنه يا مولاي؟ وتمنيت لو أني عرفته والتقيت به لأشكره على ما يقدمه من فعل الخير مع كل الناس. أنا أيضا ما زلت أبحث عنه حتى الآن. إذا عثرت عليه فأتني به فورا. سمعا وطاعة يا مولاي. المهم، لقد دعوتك الآن لأعينك واليا على جزيرة العرب. أنا يا مولاي؟ أنت لها يا خزيمة، بما عرفناه عنك من طيب الأخلاق وحسن العمل والإخلاص. والوالي الحالي عكرمة الفياض. تذهب إليه الآن وتستلم منه الولاية وبيت المال. أحصينا المال في بيت المال يا عكرمة، ووجدنا فيه نقصاً ب4000 دينار. سكت عكرمة، لم يستطع أن يصارح خزيمة أو يحرجه ويقول له إنه المبلغ الذي أعطيتك إياه من بيت المال. أراك ساكتاً، أين أنفقت هذه الأموال؟ أنفقتها في الخير، أعنت بها واحداً من المسلمين. واحداً فقط؟ تعطي هذا المبلغ الكبير لشخص واحد؟ كان يستحقه، كان عزيز قوم، وخشيت أن يذل. هكذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصانا أيضاً بالأمانة. والله ما ضيعت الأمانة طيلة ولايتي. ومن هو هذا الشخص الذي ساعدته بالمال؟ لم أفضحه حين ساعدته، ولن أفضحه الآن. ولماذا لم تعطيه من مالك الخاص؟ لم يكن معي هذا المبلغ الكبير، وكان الرجل في حاجة إليه. إذن عليك أن تعيد هذه النقود فوراً إلى بيت المال. ليس معي الآن من المال ما يكفي لذلك. وليس أمامي إلا أن أضعك في السجن حتى تعيد إلى بيت المال ما أخذته منه. السجن يا خزيمة؟ نعم، جزاء لك على ما فرطت في مال المسلمين. سجنت عكرمة الفياض؟ سيقول الناس الوالي الجديد سجن الوالي القديم. لا يهم ما يقوله الناس، إنني أنفذ ما أمر الله به. قال لك عكرمة إنه ساعد بهذا المال واحداً من المسلمين، ولم يقل من هو، ولهذا لم أصدق. ادخلي أنت الآن. كما ترى. السلام عليك يا والي الجزيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنت؟ أنا زوجة عكرمة الفياض. وجئت الآن لتعاتبيني في سجن زوجك؟ لا، جئت أسأل سؤالاً واحداً، أهكذا تفعل بجابر عثرات الكرام؟ جابر عثرات الكرام؟ نعم، الرجل الذي جاءك في منتصف الليل وأعطاك 4000 دينار. وكيف عرفت بهذه القصة؟ لأنه لم يحدث بها أحداً غيري. من هو؟ جابر عثرات الكرام هو زوجي عكرمة. عكرمة الفياض هو جابر عثرات الكرام؟
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم كما دعاك بها نبيك يونس فنجيته من بطن الحوت، اللهم نجني بها من سجني هذا. عكرمة. سيدي خزيمة؟ بل أنت سيدي يا عكرمة، سامحني على ما فعلته بك. وما الذي دفعك إلى أن تأتي الآن وتطلب مني السماح؟ عرفت أنك جابر عثرات الكرام، أنا الذي أحسنت إلي فأسأت إليك. تعال معي الآن. إلى أين؟ تغتسل وترتدي أفضل الثياب، ثم نرحل غدا إلى الخليفة سليمان. لقد طلب مني أن آتيه بك فور عثوري عليك. يا عكرمة، ما ظننت أبداً أنك أنت جابر عثرات الكرام. والله يا مولاي ما كنت تاركها لغيري، كنت والي القوم والمسؤول عن حل مشكلاتهم وجبر عثراتهم. يبدو أنني أخطأت عندما أبعدتك عن الولاية. عفواً، ما أخطأت يا مولاي، لقد وليت من هو أفضل مني. بل أنت الأفضل يا عكرمة، وأرى يا مولاي أن تعيده إلى ولاية جزيرة العرب، لن تجد من هو أخلص ولا أكفأ منه. نعم، وليتك على الجزيرة مرة أخرى يا عكرمة، وتركت لك شأن خزيمة. إن شئت عمل تحت إمرتك وأعانك على شؤونها. بالطبع يا مولاي، فهو نعم المساعد والمعين. من يومها عمل خزيمة وعكرمة جنبا إلى جنب في ولاية جزيرة العرب، فكانت أفضل سنوات الخلافة في عهد سليمان بن عبد الملك. وظل عكرمة الفياض يعرف بين الناس حتى مات بلقبه الأشهر جابر عثرات الكرام. الإمام أحمد بن حنبل رابع أئمة الفقه عند المسلمين، ولد في بغداد سنة 164 هجرية، واشتهر بالفقه وعلم الحديث. ألف كتاب المسند، وهو من أشهر كتب الأحاديث النبوية. قال عنه الإمام الشافعي: خرجت من بغداد وما تركت فيها أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل. أبي، أما زلت مستيقظاً حتى الآن؟ أرهقني كثيراً يا بني. من هو؟ حديث النبوي، أبحث عن صحة سنده. وهل وجدته؟ أفكر في السفر إلى الشام، أعتقد أن عالماً هناك يمكن أن يفيدني في هذا الأمر. تسافر من بغداد إلى الشام من أجل حديث نبوي واحد؟ العلم يا صالح يستحق منا أن نبذل فيه كل وقتنا ومالنا وجهدنا، هكذا فعل العلماء من قبلنا، ولولاهم ما تعلمنا أمور ديننا. ولكنها رحلة طويلة ومرهقة. أدعو الله أن يعينني عليها. وسافر الإمام أحمد بن حنبل من بغداد إلى الشام أياماً طويلة من التعب والجوع والعطش، بحثاً عن السند الصحيح لحديث نبوي واحد. أخيراً وصل ابن حنبل إلى الشام ليلاً ولا أحد يعرفه فيها. كان ابن حنبل مشهوراً جداً باسمه، ولكن لا أحد في الشام يعرف شكله. نزل عن دابته مرهقاً وجائعاً ولا يعرف أين سيبيت ليلته. الله أكبر، الله أكبر. اللهم دبر لي أمر مقامي. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
اللهم وفقني في مهمتي وأعدني إلى بلدي سالما غانما. يا هذا، أنت يا هذا؟ نعم. قم سريعاً، هذا المسجد للصلاة وليس للنوم. ولكني غريب عن المدينة، عابر سبيل كما يقولون. وأنا خادم المسجد وأمرت ألا أسمح لأحد بالنوم فيه. يا أخي، إنها سويعات قليلة ثم يؤذن للفجر، فأصلي وأذهب لأواصل رحلتي. قلت لك النوم ممنوع في المسجد. يا بني، أنا ضيف الله وهذا بيت الله، وأنا لدي أوامر ولا بد أن أنفذها. إذن فأين أبيت ليلتي؟ هذا ليس شأني. هيا أخرج، أخرج بسرعة قبل أن أستدعي لك الحراس. لا حول ولا قوة إلا بالله. استحى الإمام أن يخبر خادم المسجد بشخصيته. لم يكن له إني أنا الإمام الشهير أحمد بن حنبل. خشي أن يتهم بالتكبر والاستعلاء، وهذه شيم الكبار من العلماء. تفضل بالخروج. على رسلك يا بني، أنا في عمر والدك. والدي ليس مجادلا مثلك، أرهقتني وأضعت وقتي. سالم، ما لك تصيح غاضبا هكذا؟ هذا الرجل أصر على المبيت في المسجد، يدعي أنه غريب وليس له مكان يبيت فيه. أهكذا يا سالم نعامل ضيوفنا؟ المسجد ليس بيتي لأستضيف فيه أحدا، خذه أنت إلى بيتك إن شئت. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا تؤاخذه بما فعل. سبحان الله، أتدعو له بعد كل ما فعله معك؟ هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام كان يدعو لقومه رغم ظلمهم له، كان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يبدو أنك رجل صالح، من أين جئتنا؟ من بغداد. وليس لك أحد في الشام؟ لي الله وحده. ونعم بالله، تعال معي، ستبيت الليلة في داري. في دارك؟ نعم، سأعمل بنصيحة خادم المسجد. أنت ضيفنا، وواجب على المضيف إكرام ضيفه. الخباز الطيب أخذ الإمام أحمد إلى داره، ولم يكن يعلم أنه هو الإمام الشهير أحمد بن حنبل. العشاء يا ضيفي العزيز. كل هذا الطعام؟ إنه قليل وبسيط، بعض اللبن والجبن والعسل مع الخبز الذي أصنعه بنفسي في مخبزي. بارك الله لك في منزلك ومخبزك. هل تعيش هنا بمفردك؟ نعم، منذ تزوجت ابنتي وسافرت مع زوجها، ثم ماتت زوجتي وتركتني وحيدا، رحمها الله. أعددت لك الغرفة الداخلية للنوم، وإذا أردت شيئا فعليك أن تقذني فورا. ولكنك حتى الآن لم تسألني من أنا ولا لماذا جئت إلى هنا. هكذا علمنا ديننا الإسلام الحنيف، نكرم الضيف ولا نسأله حتى 3 أيام من إقامته عندنا. يبدو أنك على علم بشؤون دينك. أجتهد في تحصيل العلم قدر ما أستطيع، أعرف أن طلب العلم فريضة عين على كل مسلم، وأؤديها مثل بقية الفرائض من صلاة وزكاة وصوم. أكثر الله من أمثالك، وتقبل منك طاعتك وعبادتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. أستغفر الله العظيم. اللهم ارحم زوجتي وبارك لي في ابنتي. أستغفر الله العظيم.
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا إلى النار مردي. أستغفر الله العظيم. اللهم متعني بسمعي وبصري وقوتي ما أحييتني، واجعلهم الوارث مني. لماذا يستغفر قبل كل دعاء؟ غفر الله لك يا أخي. ضيفي العزيز، هل أزعجك صوتي وأيقظك من النوم؟ لا والله، كان صوتك عذبا جميلا وأنت تتلو القرآن، ولكني أريد أن أسألك، لماذا تستغفر الله قبل كل دعاء تدعوه؟ أعمل بمبدأ التخلية قبل التحلية. التخلية قبل التحلية؟ نعم، أستغفر الله من كل ذنب حتى يتقبل مني كل دعاء. فكرة جميلة. هل أكتمك سرا؟ سرك في بئر عميقة. والله ما دعوت الله بدعوة سبقتها بالاستغفار إلا واستجابها الله. تقصد أنه سبحانه وتعالى استجاب لكل دعواتك؟ إلا دعوة واحدة أدعوها منذ زمن طويل ولم تستجب حتى الآن. وما هي؟ أن ألتقي يوماً بالإمام أحمد بن حنبل. الإمام بن حنبل؟ ولماذا هو بالذات؟ لأنني قرأت عنه الكثير واستفدت منه في ديني ودنياي. كنت أريد أن ألقاه لأشكره على علمه الذي انتفعت به، وأدعو الله أن يجعله في ميزان حسناته إلى يوم الدين. أيها الرجل الطيب، لقد استجاب الله دعوتك. أنا أحمد بن حنبل. يا الله، أنت الإمام أحمد؟ نعم أنا، دعوت الله أن تلقاني فأتاك الله بي، وخادم المسجد جراني إليك جرة. الحمد لله، الحمد لله أني التقيت بك يا إمام، والله لقد تعلمت منك الكثير. وأنا أيضا تعلمت منك. من الآن فصاعدا سوف أستغفر الله قبل كل دعاء. مدينة سمرقند في دولة أوزبكستان في آسيا الوسطى، دخلها جيش المسلمين سنة 92 هجرية. فاجتمع كبير الكهنة مع 2 من مساعديه في معبد المدينة الكبير. حدث ما كنا نخشاه، وصل المسلمون إلى بلدنا ودخلوها منتصرين. ضاعت مصالحنا، ولم يعد أهل بلدتنا يلجؤون إلينا في شؤون دينهم ودنياهم. لم يعد لنا نفوذ ولا هيبة ولا مورد رزق. هذا هو اليوم الذي كنت أتمنى الموت قبل أن أراه. هكذا فعل المسلمون بكل البلاد التي دخلوها من قبلنا. لا، قبل أن يفتحوا هذه البلاد خيروا أهلها بين الإسلام أو الجزية أو الحرب. ترى ما الذي جعلهم يحاربوننا دون تخيير؟ لو سألت قائد جيشهم هذا السؤال هل سيجيبك عليه؟ ولماذا نسأل قائد الجيش هنا؟ فلنسأل قائده الأعلى، خليفة المسلمين. خليفة المسلمين؟ نعم، هو الذي يرسل الجيوش لتفتح المدن ويعطي أوامره لقواتها. سمعنا أنه رجل عادل ولن يظلمنا إذا سمع شكوانا ضد جيشه. ماذا تقول؟ نشكو جيش المسلمين إلى خليفة المسلمين. ولم لا؟ ربما تصرف قائد الجيش دون علمه. حقا يا سيدي، لن نخسر شيئا إذا قمنا بهذه المحاولة. بعد أيام كان كبير كهنة سمرقند في حضرة الخليفة العادل أمير المؤمنين. مرحبا بضيفي من سمرقند، آخر مدينة دخلت في الإسلام. دخلت بالقوة أيها الملك. أنا لست ملكا بل ولي أمر المسلمين. المسلمون يفتحون البلاد بالسلاح. نفتح البلاد لخير العباد، لنحرر ساكنيها من ظلم حكامهم ونمنحهم كل حقوقهم المسلوبة. وتعرضون عليهم دينكم؟ نعم، إذا أسلموا سلموا، وإذا لم يسلموا فلهم دينهم ولنا ديننا. ولماذا تجبرونهم على دفع الجزية في حال عدم إسلامهم؟ لأننا في هذه الحال سنحارب عنهم ونحميهم من بطش أعدائهم، ونبذل في ذلك
أرواحنا وأموالنا. وإذا لم يدفعوا الجزية؟ كانت الحرب حتى ينصرنا الله. ولكن قائد جيشك قتيبة بن مسلم الباهلي فتح مدينتنا دون أن يخيرنا بين الإسلام أو الجزية أو الحرب. إذن سأرسل إلى قاد المسلمين في الحال ليحكم بينك وبين قتيبة. قائد جيش المسلمين يقف أمام القاضي ليحكم بينه وبين واحد من أهل المدينة التي غزاها؟ نعم، الكل سواسية في الإسلام، هكذا علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ولكن القاضي حتما سيخشى القائد. قاضي المسلمين لا يخشى إلا رب العالمين، ولا يحكم إلا بشرع الله. هل أنت قتيبة بن مسلم الباهلي؟ نعم يا سيدي القاضي. هل صحيح ما قاله كبير الكهنة أنك دخلت هذه المدينة بجيش من المسلمين دون أن تخير أهلها بين الإسلام أو الجزية أو الحرب؟ نعم يا سيدي القاضي. نعم؟ اندهش كبير الكهنة من صدق القائد قتيبة، كان يعتقد أنه سينكر التهمة حتى يتبرأ منها. حسن، ما الذي دفعك إلى ذلك؟ أليست من سنتنا نحن المسلمين أن نخير أهل البلد قبل أن ندخله بالقوة؟ صحيح، ولكن أهل البلاد التي دخلناها قبلهم لم يقبلوا جميعاً بالإسلام أو الجزية، فتوقعت أن أهل سمرقند سيفعلون مثلهم، فلم أخيرهم لأني فضلت أن أباغتهم حتى أنتصر عليهم. ها أنت باعترافك قد أقمت الحجة على نفسك وساعدتنا في الحكم عليك. ستحكم عليه الآن أيها القاضي؟ نعم. بهذه السرعة؟ ليس هناك سبب للتأخير أيها القائد قتيبة. حكمنا عليك أن تنسحب بجيش المسلمين في أسرع وقت من مدينة سمرقند، وإذا أردت أن تعود إليها فاتحا مرة أخرى فعليك أن تخير أهلها بين الإسلام أو الجزية أو الحرب. أكاد لا أصدق هذا الحكم العجيب. وأنا أيضاً، كيف لقاضي المسلمين أن يحكم على قائد جيش المسلمين بالانسحاب من مدينة قد فتحها وانتصر فيها؟ أما أنا فدهشتي أكبر، كيف لقاضي المسلمين أن يحاكم قائد الجيش أصلاً؟ نعم، فعندنا القائد هو القاضي وهو الذي يحكم. عجيب شأن هذا الدين، الخليفة يأمر؟ والقاضي يحكم والقائد يطيع، ولكنه لم يطع حتى الآن. ماذا تقصد؟ يقصد أن الجيش لم يبدأ الانسحاب. جيش بحجم جيش المسلمين سيحتاج وقتا طويلا قبل أن ينسحب من مدينة بحجم سمرقند. وهل سيطيع الجيش قائده وينسحب بالفعل بعد كل ما حقق من مكاسب وانتصارات؟ أعتقد أن الجيش سيطيع قائده كما أطاع القائد القاضي وأطاع القاضي الخليفة. يبدو أن الطاعة هي كلمة السر في هذا الدين. هكذا قال لي خليفتهم، رأس الطاعة طاعة الله، وأساس الخشية خشية الله. ما هذا الدين؟ عاد كبير الكهنة إلى منزله حائراً في أمر هذا الدين العجيب الذي لا يسعى أصحابه إلى مال أو جاه، ولا يهمهم إلا طاعة الله ورضوانه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انتبه كبير الكهنة إلى صوت ابنته الوحيدة وهي تتلو القرآن. صدق الله العظيم. مارتينا، ماذا تقرأين؟ أقرأ القرآن يا أبي، كتاب المسلمين المقدس. ولما؟ هل تريدين أن تسلمي؟ ولماذا لا أسلم؟ هل أنت مجنونة؟ ألم تعلمي أن المسلمين سيخرجون من بلادنا قريباً جداً؟ لهذا أريد أن أسلم. كيف؟ منذ دخلوا مدينتنا وأنا أراهم يعاملوننا
بكل حب وعدل وخير، عرفت أن دينهم هو الذي أمرهم بذلك، فقرأت قرآنهم ودرست شرائعهم وفكرت في اعتناق دينهم. ثم ماذا؟ عندما علمت أن قاضيهم حكم على قائدهم بالخروج من مدينتنا لأنهم لم يخيرون قبل دخولها، ارتاح قلبي كثيراً، فقد كان هذا هو ما أخذي الوحيد عليهم منذ دخلوا بلادنا. وما أدراك أنهم سينسحبون حقاً؟ لو انسحبوا سأسلم، ولو تراجعوا عن الانسحاب فلن أصدقهم ولن أعتنق دينهم. انسحب جيش المسلمين من سمرقند في واقعة لم يشهدها التاريخ من قبل، وبات الصمت يلف الشوارع الخالية والبيوت المغلقة. ماذا حدث؟ أين الناس؟ ظننت أنهم سيفرحون برحيل المسلمين وسينطلقون في الشوارع يقيمون الأفراح. الناس يا سيدي لم يصدقوا أن المسلمين انسحبوا بحكم قاضيهم، وهو ما أتى بنتيجة عكسية وجعل أهل سمرقند يحترمون هذا الدين العجيب، واعتنقه كثير منهم. ماذا تقول؟ أقول الحقيقة، رحل المسلمون عن مدينتنا ولكن بقي الإسلام في قلوب أهلها. أراك تدافع عن هذا الدين، فهل اعتنقته سراً؟ بل اعتنقته جهراً، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. تنطق أمامي أنا كبير الكهان بشهادة الإسلام؟ نعم يا سيدي، فمن أسلم أمره لله لا يخشى إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. مارتينا! أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. لا لا، إنها مؤامرة، مؤامرة كبيرة. أشهد أن محمداً رسول الله. بينما كان عدد من الصحابة يجلسون بين يدي الرسول الكريم، إذ قال صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فوجئ الصحابة برجل لا يعرفونه يدخل المسجد وتتساقط عن وجهه آثار مياه الوضوء. ما شاء الله، وجهه هذا هو الرجل. ليتني مثل، تبارك الله، هنيئا له. سبحان الله، ترى من هو؟ بسم الله توكلت على الله. خرج من المسجد عبد الله بن عمرو بن العاص وظل يرقب الرجل. إلى ما تنظر يا عبد الله؟ أريد أن أعرف من هذا الرجل الذي شهد له رسول الله بأنه سيدخل الجنة. والله لا أحد منا يعرفه، أنا سأعرف. في اليوم التالي وفي التوقيت نفسه حدث ما حدث في اليوم السابق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فتطلع الصحابة إلى باب المسجد علهم يجدون شخصا آخر، ولكنهم فوجئوا بالرجل نفسه يدخل المسجد كما دخله يوم أمس، وهو ما تكرر في اليوم الثالث أيضا. بسم الله توكلت على الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان. يا عبد الله انتظر. لا أستطيع الانتظار. إلى أين تذهب؟ خلف هذا الرجل. ألا تريد أن تنساه؟ لابد أن أعرف لماذا سيدخل الجنة، وما الذي يفعله حتى أفعل مثله وأدخل الجنة. لم يفكر أحد غيرك من الصحابة أن يلحق به؟ الحمد لله، حتى لا يشعر بنا. تعني أنك تسير خلفه في الخفاء؟ حتى الآن
ولكن لابد أن أظهر له في وقت ما. أريد أن أذهب معك. لا، هذه مهمة فكرت أنا فيها ولن يقوم بها غيري. إذن عدني أنك إذا عرفت سر هذا الرجل أن تبوح به لي. أعدك بذلك، ولكن عدني أنت أيضاً ألا تخبر أحداً بأنني تتبعت الرجل لأعرف ماذا وراءه. أعدك يا عبد الله، وأدعو الله أن يوفقك لتكشف سره لنا. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لا أجد مكاناً أبيت فيه، وقد رأيتك تخرج من مسجد رسول الله فتوسمت فيك الكرم والصلاح، فهل يمكن أن تستضيفني في بيتك حتى أجد مكاناً آخر؟ على الرحب والسعة يا بني، تفضل. السلام عليكم يا أهل الدار. اطمئن، لا أحد في المنزل، فأنا أعيش وحيداً. بارك الله لك في منزلك. لنتناول إذن طعام الغداء. ولكنه طعامك. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أكل عبد الله من طعام الرجل ولم يبح له بسر مجيئه إليه حتى فرغ كلاهما من الطعام. الحمد لله. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وأوجد مخرجه. هلما يا بني لأصحبك إلى الحجرة التي ستبيت فيها. بات عبد الله 3 أيام في بيت الرجل الذي قال عنه رسول الله إنه من أهل الجنة. كان يرقبه كل يوم في النصف الثاني من الليل وحتى الفجر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمرك عجيب أيها الرجل، بقيت 3 أيام في منزلك ولم أرك تصلي قيام الليل ولو مرة واحدة. كل ليلة تصلي العشاء ثم تنام ثم تصحو قبل الفجر وتبقى في فراشك تذكر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تعال يا بني نتوضأ ثم نخرج معا إلى صلاة الفجر. كان عبد الله يسير مع الرجل إلى المسجد وما زال حائرا في أمره، ظل يكتم سره ولم يقل له عن السبب الذي أتى به إلى بيته، ولكنه كان يعلم أن اليوم هو 3 والأخير وعليه أن يغادر منزل الرجل بعد الرجوع من الصلاة. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم علي نعمتك وعافيتك
وسترك في الدنيا والآخرة. هات عنك يا عم، سأساعدك. شكرا يا بني، لقد انتهيت من التنظيف، ثم إنك ضيفي وليس على الضيف عمل. لقد انتهت ضيافتك لي، والآن أودعك. في أمان الله. قبل أن أرحل أريد أن أعترف لك بأمر ما. تفضل. كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف. وماذا بعد؟ ثلاثة أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه. سبحان الله. أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟ أريد بالطبع. إنه أنت يا عم. أنا؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة. والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت. ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئاً غير عادي أو شيئاً لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟ أنا نفسي لا أعرف، فبقدر سعادتي بشهادة الرسول لي، بقدر شعوري بقلة عملي وتقصيري في الطاعة والعبادة. إذن سأتركك وأنا بالحيرة التي جئتك بها، بل وربما أكثر حيرة. ليتني أستطيع أن أزيل حيرتك، ولكني كما قلت لك لا أفعل سوى ما رأيت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع يا بني. ماذا؟ أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين. يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة، وهذا ما لا نطيقه نحن. في عهد الخليفة عمر بن الخطاب استطاع المسلمون فتح العراق وتحريرها من الاستعمار الفارسي. هرب يزدجرد ملك الفرس من المعركة وخلف وراءه غنائم كثيرة جمعها المسلمون، وعاد الجيش لأول مرة بكنز من الجواهر والتحف بهرت أعين الناس. ولكن أكثر ما لفت أنظار المسلمين وقتها هن بنات الملك الهارب يزدجرد، الأميرات الثلاث التي وقعن في الأسر. وعاد بهن جيش المسلمين إلى المدينة المنورة. في منزله اجتمع محمد بن أبي بكر الصديق بصديقيه عبد الله بن عمر بن الخطاب والحسين بن علي بن أبي طالب. لا حديث للناس في المدينة إلا عن الأميرات الثلاث بنات يزدجرد. بالطبع يا محمد، إنها المرة الأولى التي يعود فيها الجيش ومعه أميرات أسيرات. قال الحسين بن علي: لقد هرب أبوهن وتركهن فوقعن في الأسر. سبحان الله، ثلاث آيات في الحسن والجمال، ولهذا أثرن غيرة نساء المدينة. قال الحسين: علمت أن الفاروق عمر قد طلب من أمنا عائشة رضي الله عنها أن تستضيف الأميرات الثلاث في بيتها. نعم، وقد أكرمتهن وأحسنت معاملتهن من اللحظة الأولى. هل تعرفان أين نحن الآن؟ نعم، صاحبة البيت هي أرملة نبي المسلمين. كيف يكون بيت نبيهم بهذا التواضع؟ يبدو أنهم أهل زهد لا ملك. الملك هذا ما ضاع منا منذ دخل المسلمون العراق وهرب أبونا منه. ولكن عائشة صاحبة البيت تعاملنا برفق وكأننا ضيوف كرام عندها. ليس هي فقط، كل المسلمين هنا يحسنون معاملتنا. لن نخدع أنفسنا، أحسنوا معاملتنا أم أساؤها نحن أصبحنا إماء، وأي فرد من عامة المسلمين يمكنه أن يشترينا ويتخذنا جواري عنده. المشكلة الأكبر أن نتفرق في بيوت ثلاثة ولا نجتمع ثانية. أي حياة هذه التي سنعيشها؟
كنا أميرات فأصبحنا إماء. دخلت أمنا عائشة وقد سمعت حوارهن فابتسمت وقالت لهن: لا والله، لن تصرن إماء بعد اليوم. ماذا تقصدين؟ قالت السيدة عائشة: قاضي المسلمين علي بن أبي طالب أعتق رقابكن من بيت مال المسلمين، وعادت كل واحدة منكن الآن حرة طليقة كما كانت قبل الأسر. في اجتماعهم في المسجد النبوي سأل الحسين أباه: لماذا أعتقت الأميرات الأسيرات يا أبي؟ فقال علي: لقد كنا في عزة في غير الإسلام، ولا يصح أن يعشن في ذل في دولة الإسلام، يجب أن يرين عزا في الإسلام أكثر مما رأينه في غيره. حقا، دائما نتعلم منك يا ابن عم رسول الله. ولكن هل رجعت إلى الخليفة عمر في ذلك الأمر؟ قال علي في ذكاء: بارك عمر ما فعلت، رغم أنني لم أرجع إليه قبل أن أحرر الأميرات الأسيرات. ولماذا لم ترجع إليه؟ قال علي: لأن الأمر يخص قضية العدل، وأنا قاضي قضاة المسلمين والمسؤول الأول عن العدل في دولة الإسلام. بارك الله فيك، لقد أحسنت إلى هؤلاء الأميرات وأثبتت لهن أن الإسلام دين عزة وكرم وإحسان. قامت صداقة بين الأميرات الثلاث وأم مصطح خالة السيدة عائشة. تفضلنا الطعام، شاركتني أم المؤمنين في صنعه. شكرا لك يا أم مصطح، ولكن لماذا تنادون السيدة عائشة بأم المؤمنين؟ هكذا قال الله تعالى في القرآن الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، صدق الله العظيم. عرفنا أن النبي تزوجها وهي في سن صغيرة. هذه حكمة الله، كي تعيش بعده سنين طويلة وتحكي للناس كل ما رأته من أفعاله وسمعته من أقواله عليه الصلاة والسلام. وما هو أكثر ما أحبته في النبي؟ تقول عنه دائماً: إنه كان صلى الله عليه وسلم قرآناً يمشي على الأرض، وكما قال عنه رب العزة جل جلاله: إنك لعلى خلق عظيم. ولكننا في دهشة من أمرها، بقينا في بيتها فترة طويلة ولم تدعونا إلى الإسلام. دعتكما بأفعالها لا بأقوالها. الحقيقة لم نتوقع منكم هذه المعاملة الكريمة منذ وقعنا في الأسر وحتى تم تحريرنا. قولي لنا يا أمنا، ماذا يقول المرء حين يريد الدخول في الإسلام؟ هنا دخلت السيدة عائشة وقالت لهن: من يريد أن يدخل في الإسلام فليقل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. كنت بعيد النظر يا إمامنا عندما أعتقت الأميرات الفارسيات. نعم، فقد أسلمنا جميعاً ليلة أمس على يد أمنا عائشة رضي الله عنها. قال الحسين بن علي: ذلك لما رأينا من خلق الإسلام وعزته. وقال الإمام علي كرم الله وجهه: الحمد لله الذي هداهن إلى الإسلام وعوضهن به عن ملكهن السابق. ولكن ماذا بعد أن تم عتقهن وإسلامهن؟ كيف سيعشن بين المسلمين ويتم دمجهن في مجتمع الإسلام؟ قال الإمام علي: لا بد للحرائر من الزواج. نعم، عندما يتزوجن منا
يفهم المجتمع كله معنى التعايش، ويصبح من المقبول أن يتزوج المسلمون من الأجنبيات، خاصة اللاتي أسلمن منهن. تقصد أن تتزوج الأميرات الفارسيات من عامة المسلمين؟ قال الحسين: لو تزوجن من العامة ربما أذلهن أزواجهن. نعم، ولربما طالب واحد من العامة بحقه في عرش يزدجرد بعد أن تزوج ابنته. قال الإمام علي: هؤلاء الأميرات السابقات لابد أن يتزوجن بأبناء كبار الصحابة وأغنيائهم، حتى لا يحرمن من العز الذي تمتعن به في كنف أبيهن قبل الإسلام. نظر أبناء الصحابة الثلاثة إلى بعضهم نظرة ذات مغزى، وفهموا أن الإمام علي يريد منهم أن يطلبوا الزواج بالأميرات الثلاثة. حمدا لله على سلامتك يا حبيبتي. سلمك الله يا زوجي الحبيب، انظر إلى ابننا يشبهك كثيرا. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ماذا سنسميه؟ القاسم، على اسم ابن رسول الله الذي مات في حياته صلى الله عليه وسلم. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. جده لأبيه هو أبو بكر الصديق، خليفة رسول الله، وثاني اثنين إذ هما في الغار. وجده لأمه هو يزدجرد ملك الفرس. هل ستسميه سالم؟ نعم، على اسم سالم مولى أبي حذيفة صديق أبي عمر بن الخطاب. لقد قال فيه أبي: والله لو كان سالم حياً لوليته الخلافة من بعدي. سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. جميل اسم ابننا يا زوجي العزيز، زين العابدين ابن الحسين. جده علي بن أبي طالب، وهو ابن حفيد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كبر الأحفاد الثلاثة: سالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وزين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. تفقهوا جميعا في الدين، وصاروا من أئمة علماء المسلمين، ومن فقهاء المدينة السبعة الذين انتشر علمهم إلى كل الدنيا، وكان أساس المذاهب الفقهية الأربعة التي يسير عليها المسلمون حتى يومنا هذا. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا الأذان بصوت خياط المدينة، الخياط المؤذن كما يسميه الناس، فبقدر مهارته في خياطة الملابس بقدر حلاوة صوته وهو يصدح بالأذان. وقد عرف بين الناس بالنخوة والإخلاص والإيمان. بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليك أيها الخياط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بكم تبيعني هذا الثوب؟ هذا الثوب ليس للبيع. أراه معلقا هكذا منذ سنة وأكثر. نعم، أتاني صاحبه لأضيقه له، وضيقته بالفعل، ولكنه سافر من حينها ولم يعد حتى الآن. إذن من حقك أن تبيعه. وماذا أقول له حين يعود؟ لو عاد فعلا قل له إنه تأخر عليك، واخصم من ثمنه أجرتك، ثم أعطه بقية النقود. لا يا أخي، سأظل أحتفظ به أمانة عندي حتى لو لم يعد. ومجهودك في خياطته؟ سأعتبره صدقة في سبيل الله. غريب أمرك، ترفض مالا يأتيك فورا وتنتظر شخصا لا ترجى عودته أصلاً. المال زائل، وما عند الله خير وأبقى.
المال زائل وما عند الله خير وأبقى. هكذا كان يرى الخياط المؤذن، وكان يرى أن المسلم يجب أن يكون دوماً في عون أخيه المسلم. من هذان؟ وماذا يفعلان في ذلك المنزل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. من أنتما؟ وما شأنك؟ إني أمر على هذا المنزل كل ليلة، ولقد عرفت أن صاحبه مسافر منذ 3 أيام. حقا مسافر، ولقد عهد إلينا أن نرمم جداره الخلفي. ترممان الجدار هكذا ليلا في الظلام؟ نعم ليلا، لأن لدينا عملا آخر في النهار. ارحل عنا أيها المتطفل، ارحل ودعنا ننجز مهمتنا. الخياط المؤذن لم يصدقهما، اعتقد أنهما لصان يريدان سرقة المنزل في غياب صاحبه، ولكن ماذا يفعل؟ يحتاج وقتا طويلا حتى يصل إلى بيت الوالي ويخبر الحراس. ظل يفكر في حل سريع لهذه المشكلة الكبيرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الحرس، ما هذا الذي نسمعه؟ يبدو أنه أذان الفجر يا سيدي الوالي. أي فجر؟ لقد مضى من الليل أقل مما تبقى منه. والله يا مولاي لا أدري كيف للمؤذن أن يؤذن الآن. هيا إلى المسجد لنستوضح الأمر، لابد أن شيئا غير عادي قد حدث. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. ها؟ كيف يؤذن للفجر الآن؟ نحن في منتصف الليل تقريبا. انظروا، إنه موكب الوالي. دخل الحراس إلى المسجد ثم خرجوا وهم ممسكون بالخياط على أعين الناس، وجاءوا به إلى الوالي الذي نزل عن فرسه. أيها الخياط، كيف تؤذن للفجر ولم يأتي موعده؟ أردت يا مولاي أن يصحو الناس ويساعدوني في القبض على اللصين. أي لصين؟ اللصين اللذين رأيتهما يسرقان منزل أحد جيراني. أؤمر حراسك يا مولاي بالقبض عليهما فوراً قبل أن يهربا. لابد أنهما سمعا صوت الأذان وعرفا أنني استغثت بأهل المدينة كلهم. هيا تحرك سريعاً. انتظر، ألا ترى الأشياء الثقيلة التي أحملها؟ قلت لك خذ ما خف وزنه وعلى ثمنه. كنت آخذ كل ما طالته يدي. علينا أن ننصرف فوراً قبل أن يرانا أحد غير الخياط الأحمق. ها هما اللصان. الخياط أبلغ الشرطة. أهرب بسرعة قبل أن يلحقوا بنا. لا تدعوهما يهربان. حاصروا المكان كله. أيها الخياط، لولاك ما قبضنا على اللصين. إنه توفيق الله يا مولاي. نعم، وفقك الله لتكون غيوراً على الحق ولا تسكت عن الخطأ، ثم هداك لهذه الفكرة الذكية أن تؤذن في غير موعد الأذان حتى ينتبه الناس إلى الجريمة التي ستحدث. الحمد لله رب العالمين. من الآن سيكون بيت الولاية مفتوحاً لك في أي وقت لتبلغني بأي جريمة قبل أن تحدث. أبلغك أنت بنفسك يا مولاي؟ نعم، سأعطي أوامري للحراس أن يسمحوا لك بالدخول في أي وقت. ولو تعذر أن أصل إليك يا مولاي، أو كنت مسافراً مثلاً. تهرع إلى المسجد وتؤذن أيضاً في أي وقت، حتى ولو لم يكن موعد الأذان. من يومها
عرف الناس أن أذان الخياط في المسجد يعني أن موعد الصلاة قد حان، أو أن مشكلة كبيرة قد حدثت، والخياط يدعوهم للانتباه إليها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألا تتذكرني أيها الرجل الطيب؟ أظن أنني رأيتك من قبل. أنا صاحب هذا الجلباب، جئتك منذ عام لتضيقه لي. يا الله، والله ظننتك لن تعود أبداً. وظننتك أنا ستبيع جلبابي ولن تحتفظ به حتى اليوم. لا يا صاحبي، المسلم لا يفرط في الأمانة مهما طال غياب صاحبها. مرض أخي وظللت بجواره حتى شفاه الله، هذا ما جعلني أطيل سفري. حمدا لله على شفاء أخيك وعلى عودتك سالما. تفضل، هذه أجرتك. وهذا جلبابك، كان مطمع كثير من الزبائن طيلة غيابك. بارك الله فيك. تعال هنا، والله لا أشكوك للخياط المؤذن. دعك مني. أيها الرجل، لماذا تمسك به هكذا؟ إنه جاري ويلقي قمامته كل يوم أمام بيتي في عرض الطريق، فيؤذيني ويؤذي كل المارة. لا حول ولا قوة إلا بالله، أحقا تفعل ذلك؟ أيأمرنا رسول الله أن نرفع الأذى عن الطريق وتضعه أنت بنفسك؟ ليس عندي خادم يأخذ القمامة إلى مكان بعيد. فلتحملها أنت بنفسك بدلا من أن تحمل وزرها إلى يوم الدين. أشكه للوالي أيها الخياط، فالوالي صديقك ويستمع لك دائما. الوالي على سفر وغير موجود بالمدينة، ولكن المسجد موجود، سأذهب الآن وأؤذن فيه، وسيجتمع الناس كعادتهم عند أذاني، وسيعلم أهل المدينة كلها أنك لا تعطي الطريق حقه وتؤذي جيرانك. وسيحبسك حراس الوالي في السجن حتى يعود من سفره. نعم، تلك هي أوامره لهم عندما يسمعون أذاني في غير موعد الصلاة. على مهلك أيها الخياط، الأمر لا يستدعي كل ذلك. بل يستدعي أكثر من ذلك. ها، هل سترفع القمامة عن الطريق أم أذهب لأؤذن للصلاة في غير موعدها؟ سأرفع القمامة، وليرحمني الله من أذانك في غير موعد الصلاة. شكرا لك أيها الخياط المؤذن. اذهب خلفه وتأكد من أنه رفع القمامة فعلا، أما أنا فسأذهب إلى المسجد لأؤذن. ولماذا الأذان وقد وافق الرجل على رفع القمامة؟ إنه أذان العصر، حان موعده الآن. في زمن الخليفة عمر بن الخطاب كان هناك عبد فقير يخدم سيده ويرعى له أغنامه، ولكن السيد كان بخيلاً وقاسياً عليه. لماذا لم تخرج إلى عملك حتى الآن؟ كنت أنتظرك سيدي، فقد أصبحت في حاجة شديدة وأطمع أن تعطيني قرضاً صغيراً أسدد به ديوني. وتأخذ القرض وتشتري به طعاماً وملابس وتبقى مديناً؟ لا والله، ما فعلتها أبداً. وأنا أيضاً ما فعلتها أبداً. تقصد ماذا؟ أقصد القرض طبعاً، طوال عمري لا أقرض ولا أقترض. ولكني أخدمك منذ سنوات طويلة وليس عندي غيرك يساندني في محنتي. أنت الذي أوقعت نفسك في هذه المحنة بكثرة ديونك. استدنت رغماً عني، مرضت زوجتي وكان علي أن أعالجها، ولم تساعدني أنت في تكاليف علاجها. ليس لك عندي سوى المأكل والمشرب، وما زاد عن ذلك فأنت مسؤول عنه. يا سيدي، أنت تعلم أنه ليس في بيتي قوت يوم واحد. هذا من فرط إسرافك، والله لن أزيدك على ما أعطيه لك أبداً. لا حول ولا قوة إلا بالله،
حسبي الله ونعم الوكيل. أسمعني ماذا تقول؟ هل تشكوني إلى الله؟ بل أشكو إليه ضعف قوتي وقلة حيلتي. سبحانه وتعالى هو القادر على كشف كربي وقضاء ديني. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا هو عبد الله بن عمر بن الخطاب في رحلة قصيرة مع أحد أصحابه في ضاحية المدينة. يوم شديد الحرارة، وليت معنا يا عبد الله ما يكفينا من الطعام والشراب. انظر إلى هذا الرجل يرعى أغنامه في هذا الحر الشديد. كان الله في عونه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أيها الراعي وشاركنا طعامنا البسيط. بارك الله لكما في طعامكما، ولكني صائم. صائم؟ في هذا الحر؟ وفي تلك الصحراء الملتهبة؟ أصوم يوماً أتقرب به إلى الله، فيباعد به بيني وبين النار وحرها 70 خريفاً. تقبل الله صيامك وطاعتك. اسمع، هل تبيعنا شاة من عندك؟ نعطيك ثمنها ونذبحها ونشويها ونأكل منها، وتأكل أنت منها أيضاً. ليتني أستطيع، ولكنها ليست أغنامي لأبيع لك واحدة منها. أغنام من إذن؟ أغنام سيدي، وأنا أرعاها له. بع لنا شاة منها وقل لسيدك إنها ماتت من شدة الحر، أو إن الذئب أكلها. والله لا أفعل أبداً. لماذا؟ تخشى أن يشك فيك سيدك؟ بل أخشى الله قبل سيدي، فلو صدقني سيدي في الدنيا ماذا أقول لله يوم القيامة لو فرطت في الأمانة؟ سبحان الله، لقد أردت أن أختبر أمانة هذا الراعي فوجدته أميناً وتقياً رغم فقره وحاجته. شاة واحدة كانت تقضي ديوننا وتحل مشاكلنا. أستغفر الله العظيم. يا زينب، أتريدين أن أسرق سيدي؟ سيدك هو الذي يسرقك، لا يعطيك ما تستحق من أجر. ظل بخيلاً معك مقطراً عليك حتى أجبرك على الاستدانة. هذا شأنه. بثمن هذه الشاة كنت ستأخذ جزءاً من حقك عنده. هذا حق غير معترف به، ثم إني أعامل الله قبل أن أعامل الناس. لقد أشعلت لهم النار تحت الوعاء، وكيف سنطعم ولدينا وليس به إلا ماء حتى يصدق أني أحضر لهم العشاء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. غلبهما النعاس ونام جائعين. اسمعي، سنبيع العنزة. نبيع العنزة التي لا نملك غيرها ونشرب مع ولدينا من لبنها؟ لابد أن نسدد ديوننا، والله قادر أن يرزقنا بغيرها. هذه أيضا، وهذه جميلة. يا له من تمر جميل. فرصة عظيمة في هذا الصباح الباكر. أجمع التمر من النخل قبل أن يراه الفقراء ويطمعوا فيه. من هذا؟ ليته لا يكون من جامع الزكاة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. من أنت؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب. ابن أمير المؤمنين؟ خليفة المسلمين؟ نعم هو أنا. وماذا فعلت أنا ليبعث إلي الخليفة بابنه إلى البيت؟ اطمئن أيها الرجل، لم تفعل شيئاً، وإنما جئتك بشأن عبدك الذي يرعى لك الأغنام. وهل تعرفه؟ نعم، رأيته أمس في ضاحية المدينة. اسمع يا سيدي،
إني أتبرأ من أي شيء فعله معك. إنه غبي ومندفع، وبه من الخصال السيئة ما لا يعد ولا يحصى. والله لم أرى منه إلا كل خير. آه، وجئتك الآن لأشتريه منك. تشتري عبدي؟ قل لي كم تريد فيه؟ أنا في الأصل لا أريد بيعه، إنه خادمي الأمين ولن أعوضه بمال الدنيا. عجبا لك، لقد قلت الآن إن به كل الخصال السيئة. قلت ذلك خوفا عليه من الحسد. لا داعي للمساومة، سأعطيك ما تريد. حقا يا سيدي؟ نعم، عبد في مثل أمانته وتقواه سيشقى حتما مع رجل في مثل بخلك وحبك للمال. سأعطيك المال الذي تحبه وسأرحمه من قسوتك عليه. ما لي حاجة بهذه العنزة؟ إنها كل ما أملك، ولكنها لن تسدد عنك دينك. اعتبرها جزءا من الدين حتى يفرج الله كربي. سئمت هذا الكلام، لو لم تدفع الدين كله الآن سأذهب بك إلى القاضي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تذكرني؟ نعم، أنت الرجل الطيب الذي دعوتني إلى الطعام أمس. إنه عبد الله ابن خليفة المسلمين عمر بن الخطاب. خليفة؟ عذرا يا سيدي، لم أرك قبل أمس. وأنا لم أرى في أمانتك وإخلاصك قبل أمس. أيها الرجل، بكم يدين لك هذا الراعي؟ بخمسين دينارا. هي لك. سبحان الله، وماذا فعلت من أجلك لتسدد عني ديني؟ أتقرب إلى الله بهذه الصدقة مثلما تتقرب إليه أنت بالصوم. تقبل الله منك، والله لقد أنقذتني من الجوع والدين. واشتريتك من سيدك. اشتريتني؟ هنيئا لك، لقد صرت عبدا لابن خليفة المسلمين. لا والله، لم أشتره ليصير عبدا لي، بل أعتقه في سبيل الله. تعتقني؟ يعني ذلك أنني لن أكون عبدا بعد اليوم؟ نعم، مثلك يجب أن يكون حرا طليقا حتى يفيد الناس بنشاطه وإيمانه. لا أعرف كيف أشكرك يا سيدي، ولكني أيضا لا أعرف كيف سأقتات بعدما أترك سيدي والأغنام التي كنت أرعاها. ها هي الأغنام أيها الراعي المحظوظ، قد اشتراها لك ابن أمير المؤمنين. أحقا ما يقوله؟ سأرعى الأغنام لك أنت يا سيدي؟ بل سترعاها لك، لقد أصبحت من الآن ملكك أنت. يا ربي، وكأني في حلم سعيد. هذا جزاء إخلاصك وأمانتك، فالزمهما دائما وسيعطيك الله خير الدنيا والآخرة. هكذا انتهينا من جرد البضاعة يا محمود. نعم يا سيدي. سأغيب في رحلتي 7 أيام، وتركت لك كتابا فيه كل الديون التي لنا والديون الأخرى التي علينا. سأجعله معي دائما. إذا جاءك أحد من الدائنين فادفع له فورا. وماذا عن المدينين؟ رفقا بهم يا محمود، الناس في ظروف صعبة هذه الأيام. الله المستعان. قبل أن أرحل يجب أن تنتبه إلى شيء مهم. بعض من هذه الملابس فيه عيوب صناعة، عليك ألا تبيعه بسعر الملابس السليمة. يجب أن تنبه الزبائن إلى ذلك، وتبيع الثوب المعيب بنصف ثمن السليم. حتى لو غفل الزبون عن ذلك العيب؟ لو غفل الزبون لن يغفل الله يا محمود، سبحانه مطلع علينا، وإذا عصيناه في تجارتنا فلن يبارك لنا فيها. اطمئن يا سيدي، سأنبه الزبائن إلى الأثواب المعيبة
وسأبيعها لهم بنصف الثمن إن شاءوا. فتح الله عليك. السلام عليكم يا شهبندر التجار. عليكم السلام يا سيف الدولة. جئتك من سفر طويل لأحقق الحلم الجميل. أي حلم تقصد؟ البضاعة التي وعدتني أن تبيعها لي. كان موعدك معي منذ أسبوع، لقد تأخرت عني كثيرا، ولكن جاءني تاجر بالأمس وبعتها له. ولماذا لم تنتظرني؟ ظننت أنك لن تأتي، واحتجت ثمن البضاعة في صفقة أخرى. ومتى الصفقة القادمة؟ بعد 6 أشهر بإذن الله. وماذا أفعل في الأشهر 6؟ إنما لدي من بضاعة لا يكفيني سوى 1 شهر، فهل أغلق محلي وأبقى في بيتي منتظراً الصفقة القادمة؟ قل لي، ما ثمن هذا الثوب؟ هذا الثوب 2000 درهم. كثير، ثمنه باهظ جداً. بل يستحق أكثر من ذلك، انظر إلى نسيجه ودقة صنعه. أشتريه منك 1000 درهم. لا والله لا يكون، أنا ضيفك وعليك إكرامي، والقافلة سترحل بنا حالا عائدة إلى اليمن. من أجل الضيافة سأعطيه لك 1500 درهم. أقل من ذلك سيعاقبني سيدي صاحب المحل. حسنا، هذه 1000 وهذه 500 درهم. وهذا هو الثوب، مبارك عليك. سأسرع لألحق بالقافلة. تعود سالما غانما بإذن الله. ما هذا؟ يبدو أنني بعت للرجل ثوبا من الأثواب المعيبة. حقا إنه منها. يا لك من أحمق يا محمود، ماذا ستقول لسيدك عندما يعود؟ الطعام يا أبي. لست جائعا. أنت لم تأكل منذ عدت من السفر. ضاعت الصفقة يا أسماء. قدر الله يا أبي. تكاسلت حتى ذهبت البضاعة لتاجر غيري. لا والله، ما دام في العمر بقية فلتنتظر صفقات أخرى بإذن الله. الصفقة القادمة بعد 6 أشهر. هكذا قال شهبندر التجار، ولكنك لا تدري ماذا يخبئ الله لك. ماذا تقصدين؟ ربما تأتيك صفقة أخرى من حيث لا تحتسب. وماذا أفعل حتى يتحقق هذا الحلم الصعب؟ تعود إلى محلك من الغد وتمارس عملك. ستنفد البضاعة قبل 1 شهر، وسأغلق المحل رغما عني. أحسن الظن بالله وتفاءل بالخير تجده إن شاء الله. ونعم بالله. أنت يا أبي الذي علمتني أن مع العسر يسرا، وما اجتمع عسران على يسر واحد. معك حق، هكذا قال الله ورسوله. وصدق الله ورسوله. سيدي، حمدا لله على سلامتك. شكرا يا محمود. قل لي كيف سار العمل في غيابي. سار 1000 خير، بعت نصف البضاعة تقريبا. نصف البضاعة في 10 أيام فقط؟ ظننتك ستسعد بهذا الخبر. كنت سأسعد لو عدت ببضاعة غيرها. لا يعلم الغيب إلا الله. دع عنك حزنك وتعال نبيع ما تبقى لدينا حتى يرزقنا الله بغيرها. هل بعت الثوب الذي كان معلقا هنا؟ نعم. بكم بعته؟ ب1500 درهم. كيف؟ إنه ثوب معيب ولا يستحق سوى ثلث هذا الثمن تقريبا. والله يا سيدي، ما تنبهت إلى عيبه إلا بعد أن بعته. ولمن بعته؟ لرجل يهودي ليس من أهل المدينة. دلني على مكانه. لا أعرف له مكانا. لابد أنه سيكتشف عيب الثوب ويعود إلينا ليسترد حقه. حينها ستقسم له إنك لم تقصد خداعه. هذا لو عاد أصلا. ماذا تقصد؟ لقد اشترى الثوب بالأمس
ثم أسرع ليلحق بقافلته وعاد معها إلى بلده. أواثق أنت من ذلك؟ نعم، هو الذي أخبرني. وأين بلده؟ قال لي إنه من اليمن. إذن سألحق بتلك القافلة من الآن، علني ألتقي به في الطريق. تسير وحيدا في الصحراء كل هذه المسافة من أجل أن تعيد لليهودي 1000 درهم؟ نعم، لا أستطيع أن ألقى ربي وفي رقبتي ذنب ب1000 درهم. انطلق التاجر سيف الدولة في الصحراء يبحث عن قافلة اليهودي ليعيد إليه ماله. الجو شديد الحرارة والسفر طويل. ظل التاجر سيف الدولة على ناقته في الصحراء، كلما وجد قافلة سألها عن الرجل اليهودي فلا يجده معهم، حتى وجد في اليوم الثالث قافلة توقفت لتستريح على الطريق. السلام عليكم. مرحبا. لم يردوا بتحية الإسلام، فعرف أنهم غير مسلمين. من أنت؟ أنا تاجر من الشام وأبحث عن رجل يهودي. كلنا يهود. إذن ربما أجده بينكم. من هو؟ شخص اشترى ثوبا من دكاني، باعه له مساعدي قبل أن ترحل القافلة بلحظات عائدة إلى اليمن. قافلتنا عائدة فعلا إلى اليمن؟ الحمد لله، لم يكن يعرف مساعدي أن الثوب معيب وأريد أن أعطيه فرق السعر. يا رفاق، هل بينكم من اشترى ثوبا من الشام قبل أن ترحل القافلة بلحظات؟ نعم أنا. بكم اشتريته؟ 1500 درهم. الحمد لله أني عثرت عليك أخيرا. إنه ثوب معيب، وهذه 1000 درهم لك، فرق السعر بينه وبين الثوب السليم. ولكني لم أجد به عيبا. وكذلك مساعدي، ولهذا باعه لك معتقدا أنه سليم. وهل خرجت من الشام تبحث عني طيلة هذه الأيام وتتحمل كل هذه المشقة من أجل 1000 درهم؟ بل من أجل أن أعطيك حقك ولا أحمل ذنبك إلى يوم الحساب. والله ما رأيت أحدا في خلقك، ما الذي دفعك إلى هذا؟ ديني الإسلام. قال الله في كتابه الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. صدق الله العظيم. ما أجمله من كلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أراك ساكتا، مد يدك وخذ نقودك. والله لا أدري ماذا أقول لك بعدما أخجلتني بصنيعك وجميل كلامك. ماذا تقصد؟ لقد أعطاني مساعدك ثوباً معيباً وأعطيته دراهم مزيفة. مزيفة؟ اعتمدت على أن القافلة ستغادر في الحال ولن يجد فرصة كافية لاكتشاف زيفها. يا الله! ولما رأيتك الآن اعتقدت أنك تعقبتني لتردها لي وتأخذ ثوبك، وخشيت الفضيحة أمام رفاقي. ولماذا اعترفت لي الآن بأنها مزيفة؟ لما رأيت حسن خلقك خجلت من سوء خلقي. حسن خلقي ليس من نفسي، أنا أيضا كنت أزيف وأغش في تجارتي حتى هداني الله وصرت أتعامل مع الناس بتعاليم الإسلام. إذن سأرد إليك ثوبك وسأزيدك فوق ذلك بأن أدخل في هذا الدين الذي جاء بك إلي الآن. تدخل في الإسلام؟ نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. أسلم اليهودي وترك قافلته، عاد مع التاجر سيف الدولة إلى الشام ليعلمه تعاليم دينه الجديد.
وعده التاجر سيف الدولة أن يجد له عملاً في مدينته. وبعد وصولهما بأيام قليلة أرسل الشهبندر إلى التاجر سيف الدولة يخبره أن بضاعة جديدة قادمة إليه في الطريق، وسوف تعوضه عن البضاعة القديمة التي راحت لتاجر غيره. وعرف التاجر سيف الدولة ساعتها أن الله أراد أن يجازيه خيراً على صنيعه وأمانته مع اليهودي الذي أسلم على يديه بفضل الله. شريح بن حارس الكندي ولد في اليمن ومات أبوه وهو في العاشرة من عمره. استولى عمه على مال أبيه، فشعر شريح بظلم كبير، وسيطرت عليه فكرة العدل الذي تستحيل الحياة بدونه. سمع أن علي بن أبي طالب جاء من المدينة المنورة يدعو أهل اليمن إلى الإسلام، فأسرع إليه يسأل عن هذا الدين الجديد. أتل علي شيئا من كتابكم. قال علي: يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يأمر بالعدل وينهى عن المنكر والبغي، أضاف علي، ويقول تعالى أيضا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. العدل مرة أخرى، وماذا يقول رسولكم؟ كان علي يعرف قصة شريح مع الظلم، فجاءه بالحديث المناسب. يقول الرسول: إنكم تختصمون إلي، فأيما رجل منكم اقتطعت إليه حقا من أخيه لم يكن يستحقه، فكأنما أقتطع له قطعة من النار يطوق بها يوم القيامة. والله ما سمعت أحق ولا أعدل من ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. أسلم شريح وهو في الثلاثين من عمره، وسافر إلى المدينة المنورة في الخامسة والثلاثين. لم يرى الرسول قبل وفاته، وظل منذ إسلامه عاكفاً على جمع ودراسة كل آيات العدل في القرآن. السلام عليكم يا شريح. هذا يا أمير المؤمنين خير من يحكم بيننا. أمير المؤمنين؟ كان عمر بن الخطاب يقف غاضباً وقال لشريح: اسمع أيها الرجل، إني لا أعرفك، ولكن بائع الخيول هذا أصر أن تحكم بيني وبينه، فهلم إلى بيتي. لا والله، لا أحكم في بيت أحد المتخاصمين حتى لو كان أمير المؤمنين. نظر عمر إلى شريح وأعجبه ثباته ومنطقه. اشترى مني أمير المؤمنين فرسا، ثم جاءني بها بعد دقائق وهي تعرج ويريد ماله الذي دفع. قال عمر بغضب: نعم، لقد خدعتني وأعطيتني فرساً مريضة. عندما اشتريتها منه هل كانت تعرج؟ قال عمر: لا. إذن خذ ما ابتعته منه وانصرف، أو رد عليه بيعته. قال عمر مستنكراً: ماذا تعني؟ أعني أنه لا حق لك عنده، فإما أن تنصرف بالفرس الآن أو تردها عليه سليمة كما أخذتها منه. سكت عمر وتأمل منطق وشجاعة شريح، فقال: والله نعم القاضي أنت، من أين جئت بهذه الحكمة؟ من دراستي لأحكام العدل في القرآن والسنة
17 سنة. سأله عمر: هل كنت تعد نفسك لتكون قاضياً؟ أبداً، ولكن العدل صار قضيتي منذ طفولتي. ظلمت كثيراً وبقيت أحلم بالعدل ينصفني. اللهم استرنا والطف بنا، اللهم استرنا والطف بنا. زوجتي العزيزة شريح، ماذا فعل بك أمير المؤمنين؟ أمر بتعييني قاضياً للكوفة، المدينة الجديدة؟ نعم، قال إنه يخطط لأن تكون العاصمة الجديدة للدولة الإسلامية. وهل سنسافر إلى الكوفة؟ بإذن الله، بعد أن وافق عمر على شروطي. وماذا اشترطت على أمير المؤمنين؟ أن يكون هناك دار مستقلة للقضاء بدلاً من أن يقضي كل قاض من بيته. ستكون أول دار مستقلة للقضاء في التاريخ. نعم، ولكن ما الذي جعلك تفكر في ذلك؟ قرأت سيرة نبينا داود في القرآن، عندما دخل عليه الخصمان فتسلق سور منزله ففزع منهما، فلم يستطع أن يحكم بالعدل لأنه فوجئ بهما. ولو كان متهيئاً للقضاء في دار قضاء مستقلة ما وقع في هذا الخطأ. فكرة جيدة، وماذا سيكون شعارك في دار القضاء الجديدة؟ سأكتب لافتة كبيرة وأضعها خلفي: إن الظالم وإن حكمت له ينتظر العقاب، وإن المظلوم وإن حكمت عليه ينتظر الإنصاف. مات عمر، وظل شريح قاضي قضاة الكوفة في عهد عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، الذي نقل عاصمة الخلافة من المدينة إلى الكوفة. ودخل عليه ذات يوم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، متخاصماً مع يهودي اتهمه علي بأنه سرق درعه. هل سرقت درع أمير المؤمنين أيها اليهودي؟ لا والله، إنها درعي أنا. قال علي: بل درعي أنا. هات شاهدين على ذلك يا أمير المؤمنين. قال علي: عندي شاهدان، ابني الحسن وخادمي. آخذ بشهادة الخادم ولا آخذ بشهادة الحسن. غضب علي وقال لشريح في استنكار: ماذا؟ إنه الحسن الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو وأخيه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذا في الآخرة، ولكني أحكم الآن بينكما في الدنيا، ولا أعتد أبداً بشهادة الأبناء. قال علي: ولكني ما عندي شاهد ثالث. إذن فالدرع لليهودي. قال علي: ألا تصدقني أيها القاضي؟ أشعر أنك صادق، وأعلم أنك ما كذبت أبداً، ولكني أحكم بشهادة اثنين لا واحد فقط. شيء غريب، قاضي المسلمين يقضي ضد خليفة المسلمين لصالح واحد من عامة اليهود. هكذا علمنا الإسلام، قال الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. خذ درعك يا خليفة المسلمين، والله إنها لدرعه، وأنا الذي سرقتها منه. والله إن هذا الدين لأحق أن يتبع. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعد سنين طويلة كان شريح يقضي في مسألة دين، وكان ابنه طرفاً فيها، فحكم شريح على ابنه بالسجن. السلام عليك يا بني. وعليك السلام يا أبي. جئتك بالطعام الذي تحبه.
أمشفق أنت علي؟ بالطبع، إنك ابني الوحيد. إذن لماذا حكمت علي بالسجن شهراً كاملاً؟ لأنك ضمنت صديقك في دين ثم هرب ولم يؤده لصاحبه، والضامن يحل عليه العقاب حال هروب المضمون. ولكن ابنك الوحيد كما تقول. ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها؟ ظل شريح قاضياً على الكوفة 60 سنة، وصل عمره إلى 107 سنوات، وما زال يقضي بين الناس بالعدل والحكمة، وعلم منطق القضاء لجيل كامل من تلاميذه. يكفينا عمل اليوم يا أستاذي. أمامنا قضايا كثيرة لم ننظر فيها. عندي لك خبر أعتقد أنه سيحزنك. ماذا؟ خليفة المسلمين يزيد بن معاوية عين الحجاج واليا على الكوفة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أتقدم باستقالتي من القضاء. ماذا تقول يا شيخنا؟ لقد مكثت 60 سنة في القضاء ولم تتركه أبدا. لا أستطيع أن أحكم بالعدل وحاكم المدينة ظالم. تقصد الحجاج؟ مثله لن يدعني وشأني، سيتدخل في أحكامي، وهذا ما لا أقبله أبدا. شفاك الله يا أبي. لم أرى رسول الله في الدنيا، تأخرت عن السفر إلى المدينة 5 سنوات بعد إسلامي، وفي طريقي إلى المدينة المنورة جاءني خبر موته صلى الله عليه وسلم. ادع لي أن ألقاه في الجنة. لك الجنة إن شاء الله. لقد عشت 60 عاما تحكم بين الناس بالعدل. ولكني أذكر الآن قضية حكمت فيها بميل عاطفي، وأخشى ألا يسامحني الله. لا يا أبي، الله غفور رحيم، وقد عشت عمرك كله تتحرى الحق وتعمل بكتاب الله وسنة نبيه. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. مات شريح، مات بعد 1 شهر من اعتزاله القضاء، وكأنه عاش في الدنيا ليكون قاضياً، وترك الدنيا لما ترك القضاء.